احنا لا اليوم الندوه الصحفيه كانت للاسف مش الاعلان على برنامج الدوره، لكن في الحقيقه باش نعلنوا اللي مش تم تاجيل الدوره عده اسباب، واهم اسباب هو السبب المادي، انه جمعيه مهرجان الحجوج في بعد ما كملنا الدوره السابعه اللي هي دوره يهنيك الروا حضرنا برنامجنا من شهر مارس، اتصلنا بالمندوبيه في شهر ابريل لكن تم رفض الملف بحجة أنه مهرجان حجوج هو مهرجان شتوي وليس مهرجان صيفي. عودنا الكرة في شهر أوت في وزارة الثقافة، 27 أوت في وزارة الثقافة، في شهر أكتوبر صبينا في مندوبية الثقافة لكن لا من مجيب. أخيرا المندوبية في شهر آخر شهر نوفمبر وعدوني ب 2000 دينار اللي هي حتشين معناتها بارابور للتكلفة متاع المهرجان. المهرجان للسيماسيون متاع الدورة الثامنة كانت 60,000 دينار، دونك مش الزملين نتاع المندوبيه ومش معناتها المنح الصغيره اللي هي مش تعمل الميزانيه، دونك ارتئينا انه من احسن انه نلغيو الدوره هذه ونأجلوها الموعد لاحق، والتاجيل هذا مربوط خاصه بمنحه وزاره الثقافه، منحه مندوبيه الثقافه. اذا كان مش تجاوبوا معنا مندوبيه الثقافه وزاره الثقافه منحه بالحق معناتها تخدم الدوره، بمطلب المنحه كان 40,000 دينار لوزاره ثقافة. الوزارة تو قبلت شفوي معناتها وعدونا ب 15,000 دينار، لكن مازال حتى لليوم الصباح مازال ما ثم حتى ملي تدخل كاسة الجمعية، وتعرفوا للمال قوام الأعمال ما نجموش نعملوا حتى شيء بلاش فلوس. دونك ديما يقعد البلان A والبلان B موجودين وحتى البلان C قال راجل، دونك نجموا نداركوا إذا كان أكيد مش يكون في شهر جان في خاطر مستحيل معناتها عمليا باش نجموا نخدموا باش نحضروا الافتتاح. احنا كان بريفي الافتتاح في 10 جانفي، كانوا هو من الأول كانت دورة من 28 ديسمبر ل 14 جانفي، كي ما ثماش فلوس عملنا معناتها تنازلنا وقلنا نعملوا 5 أيام برك من 10 ل 14، لكن مالغريسا ما ثم حتى فرانك. دونك مبدئيا في شهر جانفي في الحجوجة في وقت الحجوجة مش تكون ثم حجوجة، مش تكون ثم احتفالات للحجوجة، لكن نجموا نأجلوها الموعد مربوط اساسا بمنحه وزاره الثقافه ومنحه مندوبيه الثقافه.